المشروع هذي هو مشروع من إنتاج وإدارة جمعية معمل 612 الأفكار من الأردن وجمعية كونتاكت من الدنمارك. هما اللي فكروا في هذا المشروع وأداروه معناتها بغلا سويت. احنا ستة مخرجات شابات عربيات، دونك نحب نسميهم لينا العبد مخرجة فلسطينية سورية، مزنة المسافر مخرجة من سلطنة عمان، نهى المعداوي مخرجة من مصر، امتياز المغربي من فلسطين، ميس السهلي من الأردن، وإنا من تونس. دونك احنا ستة انا ايتي فورمي احنا في عمان في ورشة مع المخرج المعروف برشا في الشرق الأوسط عايد نبع، والمخرج الدنماركي وزيدا أستاذ في الدانش فيلم سكول توربن سيمانس. الورشة الأولانية اللي عملناها في عمان هي باش فوالا معناتها انا ابري كومون فورمي كومون ايدي كيلكان افير سون بروبر فيلم. دونك من بعد كل وحده فينا رجعت لبلادها الى شوازي دو فام. لو كريتير الاولاني والوحيد دايو هو انهم يكونوا عمرهم ما عملوا فيلم قبل. دونك الننساء هذوما العربيات كلهم اللي عملوا افلام هما وثائقيه قصيره ذاتيه، طورنا معهم الفكره، عاونيهم باش يدوروا الافكار نتاعهم، وساعات عطيناهم احنا افكار تاع بارفوا اون ايتي افيك ال معناتها بور فيلمي بارفوا لي. كل وحده فينا كل مؤطره خدمت بطريقه مختلفه، خاطر احنا هوزمون اللي اون ايو لا ليبرتي معناتها دونك ادري كيف ما احنا حسينا. الهدف الاولاني هو ان سي ديموكراتيزي معناتها لو دوكيومونتير، معناتها انه يولي لو دوكيومونتير يولي اكسيسيبل، معناتها باش الناس تفهم اليوم معناتها افيك ان سامبل تيليفون بورتابل نجمو نعملو فيلم. ان سامبل تيليفون بورتابل et un petit logiciel, le téléphone pour filmer et le logiciel pour monter.